كل مرة منذر م-م. بيسأل حسام مشيت في حتة، مشيت من لعبت زمان، كنت قدامي وانا بسأل اسمع، يعني رأيك لعبت شنو قدامي. برشلونة؟ يا سلام يا اخ، ما مشيت انا والله، لكن من خلال شاشة الشروق وكل الشاشات وناس مصعبة اللي عكسوا لنا بورسودان، واتمنى امشي. وانا صدق ما مشيت قالوا مش برشلونة ما يشوف ما مش ذكي. حيمشي خلاص. خلي الناس تمشي تشوف برشلونة عبر كاميرا صباح الشروق. غالبا ما ترتبط علاقة الربابة بالمساء، فالنهار متروك للأفكار المتعلقة بالمعاش. هذا ما يتفق عند عموم أهل السودان، وإن كانت الربابة الصفة الغالبة فما تزال الصفقة هي الملهمة لوجدان يتفاعل مع معطيات الداخل، وبينهما ينبع الإحساس بوطن أجزاؤه في جسد واحد. نفس مغمور في تراث أهله لمن يحتفلون مع غروب الشمس في ركن قصي من السودان ينشد أبناؤه سلام ذوي القربى. في دارفور الأرض والميراث وأنفاس التواصل غير المشروط تتمدد الأمكنة وتتسع الصدور لهواء وإن كان ساخنا، فإنه يخرج ما ينفع الناس من موروث وقصة أبطالها يحتكمون إلى الضمير والواجب. كانت هنا دارفور حاضرة بخيلها وخيلائها في ولاية ساحلية حاولت أن تقرب المسافة بين الشرق والغرب بقيمة الثقافة الجامعة عندما تشملهم شراكة الإيقاع والفكرة والوطن. في معرض للتراث جاءت القبائل في شرق السودان تحمل معطيات تخشى من الاندثار مع تعاقب الأجيال واختلاف متطلبات العصر، فمقتنيات الرجل ووسائل دفاعه حولتها الظروف أن تبقى معروضات للتأريخ لقبائل آثرت المدينة واستهجنت الكثير من أساليب الترحال. في بيت الزوجية الجديد انطلقت الزغاريد، فالمال والبنون هنا رصيد مرغوب لمساحات من الأرض شاسعة توحشت بظروف الطبيعة وضيق ذات اليد، والقادمون الجدد هم من سيوجدون من رحم الإنسانية مواليد يساهمون في البناء والبقاء وديمومة الحياة. في بيئة تؤخذ فيها العلائق الاجتماعية بين الرجل والمرأة بالحذر تتسع مساحة كل لامرأة يصلها خبر تزويجها عن طريق رجل ربما لا تعرفه،
ومع فوارق السن فإن تعقيدات العادة قد لا تمكن العريس من تنفيذ متطلبات عش الزوجية إلا بعد مرور عام من الزواج في أحسن الظروف.